شوف هذا الكتاب كله ما انا ناشره، اذا انتم مهتمين في طبع الكتاب وبيع في الامازون تمام، عليكم ايش في اليوتيوبر كلهم يقولوا اشياء كثير، اذا انت مهتم في طبع الكتاب هذا موضوع لك، فهذه اول تسجيل لي بعد ما انا اخذت خبرة فيها في تسجيل وفي كتاب واخذت عليها حذر واخذت كل شيء. ما عليكم انها ايش تاخذ نصيحة من هنا وتتأكدوا تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ شوف هذا الكتاب الناس اللي يقولوا انت في نفس اليوتيوبر اللي بيقولوا يكلمكم يا يقولوا لك يا ان في الشهر تكسب منها $1000 ولا $2000 ولا حاجة زي كده، كلها كلام فاضي كويس. هذا امازون كويس عبارة عن ايش؟ يعني انت تتعب في مجهودك كويس وتكتب كتب وترسل لهم اياه، بعد ما ترسل تنحط. فكرة حلوة هذه، عجبني انا الفكرة، وانا موجود، هذه كلها كتب، هذه كلها انا ناشر فيها تقريبا كويس تمام. هذه هي، هم ايش هم يسووا؟ يتبعوا نفس الكتاب ما يخلص خلاص، هذا كل شيء بالبلاش مجانا كويس. هم في طريقتين تمام، في هم عندهم شركتين، شركة اي تي بي اي بوك، والتاني امازون، مكتبة امازون. المكتبة الامازون هذا له شروط خاص تمام، واي بوك كمان برضو حق امازون اي بوك برضو فيها شروط خاص تمام. هذه شروط اي بوك ما تكسب منه شيء، لحاجة بسيط اذا واحد يقرأ فيها الكتب تمام، بعد ما يقرأ فيها الكتاب وزي كذا، كل الورقة تنحسب على حسب الأسعار الدولة اللي هو ساكن فيه تمام، والدولة اللي هم يبغوا يبيعوا فيها، المشمل في أوروبا والأمريكا وحاجة زي كده، الدولة العرب فاصلين نهائيا تمام. هذه هي خطوة تانية. أوريكم مقاطع تانية إن شاء الله، نزل كل مقطع هذه خصيصا القناة هذه خصيصا حقت هذه شو اسمه حقت الكتب أمازون كويس ان شاء الله. تفهموا فيها وتركزوا فيها، تكون بدون اخطاء يكون فيها. واكثرهم يقول لك روح اونلاين وتسوي بي دي اف. وهم ليش طلبوه بي دي اف اصلا؟ ليش طلبوه هم بي دي اف؟ البي دي اف تسويه عن طريق فوتوشوب كويس، الغلاف كويس، تنزلها المقاس، نفسها المقاس تنزلها، المقاس اللي موجودة بعد ما تسويها، بعد ما تسويها كتاب جاهز كيف تسويها؟ تشتغل على الكمبيوتر نفسها، الكمبيوتر لابتوب ايش اللي عندك تشتغل فيها نفس الجهاز هذا حلو. طيب بعد ما تشتغل عليه تشوف كم صفحة اللي صارت، تروح في الصفحة حقت الامازون حقت الغلاف، تقول تختار النوع ابيض واسود او ملون كويس، او ملون تلوين خفيف الغلاف نفسها تمام. بعدين عدد الصفحات والمقاسات اللي تختارها، بعد ما تاخذ مقاسات يديك قرار الملف مضغوط، تنزلها على طول، نزلها فين؟ في الفوتوشوب حلو. الفوتوشوب لما يجي في الفوتوشوب كل شيء يكون جاهز عندك، ما يبغى لك تقص الصور والمقاسات، جاهز عندك نفس المقاس 100% الغلاف اللي انت حددت عن طريق الصفحات الكتاب اللي انت عندك تمام. ان شاء الله تكونوا فاهمين كده، وصله تمام. بعدها كويس تسوي في الغلاف في هذا شو اسمه، تختار صورة، تختار اسم الكتابة، هما ما يبوا مخبصة كده مخبص كل شيء، صورة مع صورة صورة مع صورة كده، ما يبوا حاجة تصير سادة، صورة خفيف كده عليها الاسم، وإذا حبيت اسمك أيوة اسمك اسم الكاتب، الاسم الكاتب لها ميزة معينة، إذا أنت اخترت كتاب تاني حق شخص فلان اللي كاتب فلان، وما تكتب أنك أنت باسم الفلان اللي كتاب اللي هم الكاتب، لا المفروض أنت تتعب فيه في الكتابة نفسها
لازم يكون بخطك وبطريقتك، زي ما احنا كنا نغش في الايام المدرسه لما يدونا واجب كويس، بعد ما يدونا واجب ايش كنا بعد ما نحل، بعد الطلاب زي ما انا كنت ما كنت احل واجب، انسى، اجي اخذ من زميلي اخذ كتاب وانسخ الكتاب هذا، بس ايش اغير الجمله تمام بعد الكلمات، او اشيل الجمله مفيده كذا اشيلها عشان الاستاذ لما يقرا ما يحس ان الكتابين هذا لاصق، عشان الحين كده يجي كتاب ورا جنب بعض وزي كده، واحد يقرا هنا ويقرا هنا يقرا ها في فرق. هذه هي الملحوظه اللي بديك اياها، هذه تعتبر في القصه كده، اذا كانت في قصه زي كده او عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي تبغوا تسووه سووه، ما دي ما يهمني انا، اهم شيء انا اوريكم الطريقه الصحيح اللي انا موجود. وبعد ما فيها حاجه اسمها تكسب ما دام تحدد كتاب وخلاص انا دحين شهر جاي خلاص تصير مبيعات، لا 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 لا، هذا مره مستحيل حاليا لما انت مبتدئ وزي كده، لهم هم ترتيب خاص، طريقتهم خاصه كويس اول شيء، وبعدين عندهم انت عامل حسابك، ما يقول لك واحد انت شوف سوي لك الفكره ان الجمله لسه، ما يبغوا حركه هذا. الاسامي اللي موجوده في الترند اللي ماشيه في السوق هم جالس يبيعوا، ما تحط هيديك بلوك نهائيا، بلوك حذر نهائيا، ما عندك تفتحها الصفحه هذه اذا اخذت اسم واحد اللي عنده مبيعات اكثر ماشي في السوق اسمه تمام، ما تشيل الاسم نفسها اختار اي اسم اختار اي اسم اللي انت تبغى، هو ما يجيب الاسم، ما حد يكتب الاسم كده في الكتاب، لا هم الكتب يقول تقول مثلا كتابة رسم الرسم تلوين كويس، او ايش اسمه حروف الهجاء او تعليم، حاجة زي كده اسمها اللي يكتبوه هم يكتبوه، او يقول لك كتاب للاطفال زي ما تقول كده، كتاب للاطفال عمرهم حاجة اللي هم يكتبوه، هذه الفكرة. بعدين هم زي ما احنا كان نبغى شيء رخيص وزي كده، هم كمان ان في درجات موجودة وفيها يقول لك اذا انت تبغى من المبلغ رخيص الى مبلغ العالي، غالي يكون مرتفع الاسعار من اقل الى اعلى زي كده تمام. كل واحد هم يختار انه يعني يبدأ من $3 ويمشي فوق زي كده، يجيك هم اللي يختاروا دولار 3 دولار او 5 دولار حسب ايش الناس اللي بيشتروا لاطفالهم الكتب هذا تمام. طيب شيء ثاني، في مكتبة امازون، في مكتبة زي مكتبة جرير او مكتبة زي كذا، المكاتب هذه الكتاب عندهم اي صنف كان يكون 60,000 كتاب، يظهر منه 1,100 1,200 كتاب بيظهر، ما دام كتابك موجود مو موجود لو تبحث ما هتلاقيه كويس. وبعدين نظامهم طريقتهم ان كتابك في اول شهر او في 3 شهور او شهرين كويس ما في اي مبايع، هيكون ساكتين هم طريقتهم ينشروا كتابك، هم قالوا خلاص قلنا اوكي وزي كده موافقه خلال 3 ايام وزي كده اوكي وافقوا، بس المبيعات هيكون بعد 3 شهر تمام، بعد 3 شهر هيبدأ مبيعات تمام. تكون تعامل حسابك اذا كان كتابك واحد ب60,000 كتاب، عندك كتاب واحد او 10 او 50 كويس، معناتها هتيجي كتاب او كتابين هتنباع في السوق اصلا تمام. هذه تكون مركزين، كل ما زادت الكتب كل ما ايش يكون امل في مبيعات اكثر تمام زي كذا. اما شيء ثاني ايش كنت بقول لكم يا في شيء ثاني كان، اللهم صل على سيدنا محمد، ايش في شيء ثاني كان حاجات مهمه، هذه دحين ما في عمل، ايش انا اوريكم يا بس اوريكم حاجات مهمه لازم تكتب باسمك، عشان اي حد لما تشوف الكتاب اي حد بيشوف كتابك كويس هيقول لك خلينا نشوف ايش عنده كتاب انواع تاني، هيضغطوا باي هاشم باي احمد حاجة زي كده، يختار اسم الكاتب، لما يضغطوا على اسم الكاتب هيجي لستة كاملة
عندهم لستة كاملة تماما، تمام، عندهم لستة كاملة، يجي كتابة كلها في صف، ما في طريقة تانية إلا كتاب باسم الشخص الكاتب اللي هو مسجله في بدايتها، تمام. هذه هي. أما تسجيل دخول هذه كلها موجودة في الإنترنت، بس حاجات مهمة ما في. لما تشوف أنت في اليوتيوب تشوف تبحث تلاقي إنه هو مسجل كتاب، هيقولك إيش؟ يقولك تعالوا سووا كده هتكسب $1000 وما أعرف إيش في الشهر خلال هتصير. ما في كده. أنت لما تروح تشوف وتدور أنت بحث ما في. بعدين يجيك أخطاء، لما تيجيك أخطاء كويس يقولك صارت في هذا جت خطأ، ما هتعرف فين الخطأ، يرسلوا لك يردوا عليك في الإيميل، تروح تشيك في الإيميل، تستنى لحد ما يجيك الإيميل، إيميل يقولك إيش الأخطاء اللي موجودة في كتابك، عدلها وبعدين كويس أصلحها وأرسلها مرة ثانية. حلو. ومقاسات، مقاسات، مقاسات مهمة. مقاسات فينها سوي أنت فينها بيش تكتبوه في المايكروسوفت وورد، هو نفس مجموعة المايكروسوفت وورد. أنا دائما أستعمل زي كذا، ما أدخل في الإنترنت أونلاين أجهز عشان إيش؟ أيوة عشان إيش؟ عشان نسيت أنا. هم ليش طلبوا بي دي إف، ملف بي دي إف ليش طلبوا؟ إذا أي حاجة عندك في سويتها حركة في إيش اسمه؟ في الفوتوشوب اللي سويتها، سويت كتبت الاسم، عدلت الصورة، إيش في شيء ظهر قلت ما عجبني الصورة هذه، تروح تقفل العين عشان ما يظهر كويس. حاجات هذه كلها لما تسويها بي دي اف، بعد ما تخلص تسوي بي دي اف، تسوي سيف على حفظ على بي دي اف. لما تسوي حفظ في البي دي اف، حلو، تكون مركزين. لما تسوي حفظ ايش يقول لك؟ بعد ما سويت حفظ يقول لك انت ارفع الملف هذا البي دي اف، تمام. ايش ليش هم طلبوا بي دي اف؟ اذا حطيت صورة كويس، صورة من أي صورة نزلتها من النت وحولت إلى بي دي اف وبعدين رفعت لهم إياه، هيطلبوا منك إثبات إنك هذه الصورة أصلا حقتك من أعمالك، ما تركزوا عشان بعد ما تطلع بي دي اف، حلو، هم ينزلوه فين؟ في الفوتوشوب، عندهم في الفوتوشوب. بعد ما ينزل في الفوتوشوب، حتى أنت عندك سويتها بي دي اف ومسحت هذه كلها، سويت ديليت كل شيء، البي دي اف حقك موجود. البي دي اف هذا لما تحولها مرتين على الفوتوشوب يرجع لك الاعمال حقك كلها موجوده، ايش اللي سويته، ايش اللي اخفيته، ايش اللي موجود، ايش اللون، ايش الباك جراوند، كيف الصوره حطيتها، كيف قصيتها، كلها يكون موجوده. هذه هم الفكره اللي يبغوك طلبوه بي دي اف، تمام، عن طريق فوتوشوب. هذا الغلاف. اما شيء ثاني، الكتابه مو تكتبها فوق في الانترنت، ما اعرف ايش اسمه جابوه فيفو ولا ما اعرف ايش الاسم دائما يقولوه هم. انا قلت ما في شيء غير الاونلاين، ما اقدر اشتغل لوحدي في الكمبيوتر عندي مايكروسوفت وورد، ما في اي حاجه اللي يشغل عليه، في اسمه باوربوينت. الباوربوينت هذا للكتب، تحدد مقال عشان هيتعبك، انا اسهل عليك مرة تسهيل، اديك اياها سهلة كويس اللي انا سويت. عشان ايش؟ انا تعبت، اول شيء تعبت، ما في شيء موجود في الانترنت، الانترنت كله في اليوتيوب كلها موجود عشان يبغوا مشاهدات كويس. والحمد لله انا دحين القناة حقي اول القديم انحكرت وراحت، حكروا مو القناة، اول شيء حكروا القناة نفسها ورجعتها، بعدين حكروا ايش؟ الايميل، هفوه مع الايميل كلها راحت خلاص. بعدها جديد قناة هذه، قلت خلينا مالك عن نفس عشان اسوي المقاطع هذا، خلينا نستفيد كمان من اليوتيوب كمان، لحد ما هذه حاليا خطوه خطوه نمشي. حلو، تمام. اول شيء ابغى اجرب ان مين في حد يشتري ولا لا، كان الاسعار شوي عالي، كان خففت سعر خليتها بنص دولار. حلو، ناس يشتروا عشان اشوف السعر لسه دحين الشهر اللي فات، والحمد لله اللي كان قبل شهرين او قبل 3 شهور اللي انباعت الكتاب، اول كتاب اللي انباعت كويس ابو نص الدولار، فهذا الشهر اللي فات، الشهر اللي راح، ايش اللي راح؟ اكتوبر على امازون، اي اكتوبر كويس، في نهاية 20 اكتوبر، انا ما اعرف هو شهر ايش اللي ماشي، المهم شهر 20 اكتوبر وصلوا لي رسالة ان
في الشهر فلان اللي انبعت أول كتاب حقتك في الشهر هذاك من 1 إلى 30 سبتمبر على ما أظن، فهذا خلال اللي انبعت هتنرسل الفلوس في الجهة اللي أنت مسجل في الحساب البنكي. كويس، ممكن في السعودية عنده إيش اسمه المدى، أنا جربت مدى، أما في دولة تانية في بيبال وفي باينير، أنا محاتت على باينير. تمام، تكون مركزين خطوة خطوة عشان شوية كلامي ملخبط مرة كده جايبه مرة كده، عادي يعني، بس أهم شيء تفهم خطوة خطوة حقتهم، ما في مباشرة على طول. كويس، والشهر اللي فات انباعت ب$5. كويس، والحمد لله، قلت يلا كويس الحمد لله انباعت $5، نشوف متى يجي. دحين $5 اللي الشهر اللي بعدها ان شاء الله هيدوني رد في اخر هذا الشهر. تمام، في اخر هذا الشهر يوم 20 هيرسلوا لي رسالة ان يوم 29 او يوم 30 احنا هنرسل لك المبلغ، يوصل على طول، يوصل في الحساب. بعدين في فرق، تمام، انا لسه حتى الان ما صرفت مبلغ زي الناس، عشان ايش اقدر اوريكم اياه. تمام، المبلغ اللي هم رسلوه في خصمية ترى. بعدين الدولة اللي يشتري ما ينباع بالدولار، كل دولة اذا انباعت بالريال السعودي هيجي بالريال السعودي السعر، بعدين يتحول دولار على حسابك. تكون مركز، اذا انباعت بالجنيه مصري، الكتاب اللي واحد اشتراه بالجنيه مصري من مصر، تمام، هيجيك لستة بالجنيه مصري، صار الدولار كده بعدين يحولوا لك اياه. حلو، تكون فاهمين. اذا كان في باكستان برضو بالروبية، انا انبعت على الهند، اللي واحد اشترى هند، تمام، من عن طريق فلوس الهند، كم كان ما ادري كم كان، ما المهم ايش، اقل من $0.5 كمان، المهم هي اللي جت. اوكي، الدولة اللي بشتري نفس المبلغ بعدين يتحول فيها ضريبة. تمام، بعد الضريبة هذه يتحول الى حسابك. تمام، هذه هي القصة، تكون عارفين، تكون شايفين متأكدين كده مظبطين، فانتم مهتمين فيه. ما في على طول كده واحد ينط يقول لك انا من الدرجة الاولى انط على الدرجة الثانية خلاص، يعني في الشهر بتيجي لي $1000 ولا $500. ما في كده حاليا، عشان 60,000 كتاب هو الوحيد، انت عندك كتابين ثلاثة، واذا كان في حظ حلو كويس الكتاب يطير. تمام، عشان اذا كان في حظ، حتى الان انا ما لقيت حظ حلو، المهم الحمد لله ان الكتاب صارت تنباع حبه، كل شهر كتاب، كل شهر كتاب، كل شهر كتاب. تمام، وبعدين نفسهم هم يروجوا كتابك عن طريق الايميل اللي مسجله في الامازون، جميع الناس اللي مسجلين في امازون بيرسلوا لهم كتاب حقتك، حتى كتابي برضو رجعت لي في الايميل، يقول لك شوف انت مهتم، شوف هذه ايش رايك في الكتاب هذا، بتشتري ولا لا، زي كده هم يروجوا بطريقتهم. تمام، هذه هي شيء ثاني كمان، حاليا هذا اول مقطع لي، اول فيديو لكتاب حق امازون، عشان تكونوا مركزين فاتحين ان ايش هو اسباب. قلت ان شاء الله بعدها اوريكم كيف ينرفع الكتاب في هذا بطريقة صحيح. كويس، عشان ما في هي في شيء مهم كمان، بعد ما تفتح الحساب في حساب نفسها، في حساب نفسها تسوي تروح في الاكونت مانجر. كويس، تروح في التعديلات، في شيء حاجة ما اعرف ايش كان، في زر ما لقيت في اي يوتيوب حاليا، ما لقيت كويس ولا حد نشره، انا بالغفلة ضغطت الزر حداك. كويس، بالغفلة ضغطت الزر انفتح، عشان بعد الكتاب انباعت. كويس، قالوا لي جاء انباعت، بس اسعار ما كان فيه، اسعار الكتب اللي انباعت ما كان بيظهر، عشان كان في زر ما ضغطت عليه، يعني ما ادري كان في شيء حاجة وما اقدر اصورها، حتى مو موجود. تمام، اذا كان واحد يفتح جديد هيظهر له في شيء ما ندري ايش هو، المهم تضغط عليه يقول لك ضريبة وما اعرف ايش، وايش شروط ما شروط، برضه تضغط عليه
عشان يفتح لك كلها، يصير لك نجوم واصفار زي كده. خلاص كأنك انت خلاص كده جت السير ممتاز، مو سير، الطريقة الممتازة اللي وصلت فيها. تمام، هذه هنا، هذه هي مهمة كانت عشان أكثر شيء يمكن الناس يمكن ما يعرف بعد ما يفتحوا حساب فيهم كويس، وفي إجراءات خفيفة وينسى، بس بعد ما يفتح حساب يروح يحط كتب، يحط كتب، يحط كتب كويس، وما يشيكوا على الجهة التفاصيل.